الدوري المصري بتوقف من 5 شهور بسبب فيروس كورونا، وناس جالها كورونا وناس خفت منها وناس ماتت وناس حيت وحاجات كتير قوي حصلت في العالم، والاهلي لسه بيكسب. الاهلي اتفوق النهارده على انبي 2-0 بهدف مميز جدا لمحمد هاني وهدف كده لعلي معلول. فالنهارده هنتكلم على حاجات كتير قوي في الاهلي، شكل غريب، تغييرات غريبه، تكتيك غريبه، هنتكلم في كل حاجه عن الماتش النهارده. فنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس علشان تجري حلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. الاهلي والفوز تقريبا ال 17 او ال 18 على التوالي، لحد دلوقتي ما خسرش ولا مباراه في الدوري المصري. بيخش النهارده بتشكيله 4 2 3 1 بيبدا بيها على طول، بدا محمد هشام في راس المرمى قدام متولي وايمن اشرف على الشمال، معلول على اليمين، محمد هاني بيلعب بالدفاع في نص الملعب، اليو ديانج وعمرو السولية قدام قفشه على الشمال، جيرالدو على اليمين، اجاي قدام مروان محسن. انت معروف اللي انت هتخش الماتش امبي هتبقى مدافع، ام بتلعب بطريقه 4 1 4 1 واحيانا بتتحول ل 5 4 1 متكتل جدا. ام بي في نص ملعبه سايب لك الكوره، اعمل بقى اللي انت عايزه، انا متكتل في نص ملعبه متكتل قدام منطقه جزائي، مش هديك اي فرصه للاختراق من العمق، فبيحاول يطردك على الاطراف ناحيه اجاييه وجيرالدو. الاثنين اجاييه وجيرالدو مش عارفين يلعبوا، لان ده مش بيلعب على عدلته وده مش بيلعب على عدلته. وحتى لما الكوره بتيجي على جيرالدو، جيرالدو لاعب عشوائي، اللاعب اللي عارف اللعيبه العشوائيه اللي بتاخد الكره تقعد تجري 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 لحد ما تخرج بيها بره، هو جيرالدو كده. ليه بدا بيه ماتش النهارده؟ طب انت بدات بيه خلاص، حط في مكانه، حط ناحيه اليمين، لا انت كنت حاطه ناحيه الشمال، فانت هو كده كده اصلا عشوائي ومش مركز في الماتش، مش بيركز كتير، وحطه مش في مكانه فزارت تينا بله. والحاجه بقى اللي ما كنتش فاهمها طول المباراه، طول المباراه ما كنتش فاهمها تماما، ان قفشه دايما خارج منطقته اوت بوزيشن، دايما 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 قفشه خارج منطقته اوت بوزيشن. معروف ان قفشه اللاعب اللي بيعمل حلقه الوسط ما بين لعيبه نص الملعب والمهاجمين. النهارده كنا بنشوف كتير جدا قفشه من الطرف على الاطراف، سواء الطرف اليمين او الطرف الشمال، وعمق نص الملعب فاضي. ممكن ده راجع لان التكتل كله في نص الملعب، انت بتحاول تطرد على الاطراف او بتحاول تروح على الاطراف بلعيبتك او تضغط على الاطراف من الناحيه دي. بس قفشه على الاقل صانع العاب اللي هو يحرك الاطراف، لكن ما يروحش يقف مع جنب الاطراف. كنت بشوف قفشه بيروح يقف جنب جيرالدو او يروح يقف جنب اجاي بس، ما بيعملش حاجه تاني. لكن ياخد الكرة، شغلة قفشه او قفشه وظيفته في الملعب انه ياخد الكرة من لعيبه نص الملعب سواء من السولية او من يانج، ويلف وشه للملعب ده، هو يوزع للطرف ده يوزع للطرف ده. لكن انت تروح جنب الاطراف ازاي؟ ازاي طيب؟ وحتى الاطراف ما بتدعمش حتى بالعرضيات. انت طول الشوط الاول مفيش فرصه حقيقيه للاهلي، مفيش فرصه حقيقيه. امبي متكتل، امبي واقف في نص ملعبه، امبي قافل كل خطوطه، انت مش عارف تخترق امبي، وما عندكش حلول تخترق بيها امبي. وهنا اللي احنا شايفينه، ان انت اول ما بتشوف الاهلي بيعتمد على الكرات العرضيه والكرات الطويله، اعرف ان نص ملعب الاهلي مش بخير. نص ملعب وصانع العاب الاهلي مش بخير، على طول هتلاقي الاهلي بيلعب كرات طويله، وكرات طويله بلا جدوى، بلا جدوى. انت بتلعب كرات طويله ما بتعملش بيها اي حاجه، بس بتلعب كرات طويله على الاطراف او كرات طويله في العمق من غير فايده، ملهاش لازمه، ما بتوصلش ولا للمهاجم ولا الاطراف. حتى لما توصل الاطراف ما بيعملوش بيها حاجه. الاطراف بتاعتك كانت ناقصه كتير، ناقصه كتير بسبب غياب رمضان صبحي، بسبب غياب حسين الشحات، بسبب غياب كهربا، كل دول اثروا اكيد معاك. الحاجه اللي انت يعني لازم تحلها فورا بقى تريد تخلص في رمضان صبحي، لان اللعيبه رمضان صبحي هيكمل معاك في الدوري، لسه انت مش عارف كهربا هيرجع، العقوبه بتاعته ترجع ولا لا. كهربا من نهايه الموسم، فانت لسه ما تعرفش كهربا هيرجع ولا لا. طاهر محمد طاهر تقريبا مش هيلعب معاك غير الموسم الجديد تقريبا على حد علمي، مش عارف بصراحه طاهر محمد طاهر يلعب معاك من امتى. بس اللي انت مطالبه ان انت رمضان لازم تخلص فيه في اقرب وقت، لان اطرافك حرفيا مقتوله، اطرافك مقتوله، ما عندكش وينجات عارفه تستغل. وليس سليمان لما نزل نوعا ما حرك الحته دي، بس مفيش استغلال للاطراف. شوط كامل ما بتعملش فيه اي جمله، شوط كامل ما بتعملش فيه اي فرصه، شوط كامل الاهلي حرفيا مش موجود. اليو ديانج في نص الملعب كورته ضعيفه جدا من اللعيب اللي هو يطلع ويسلم اللي جنبه وبس، ما فيش اي حلول. عمرو السولية كان بيحاول على استحياء يخترق من العمق لكن ما بيحصلش. قفشه زي ما قلت لكم بيروح على الاطراف. والاثنين بقى الونجات والباكات ما بيعرفوش عرضيات، او حتى لو بيرفعوا عرضيات ما بتوصلش دماغه جوه رمضان مروان محسن.
خلص بالشوط الاول بيخلص 0-0، فبالشوط الثاني كنا مستنيين تغيير يخرج جيرالدو على الاقل وينزل احمد الشيخ ويعمل اي حاجه، لكن الشوط الثاني فضل شويه لحد ما عمل تغيير ودفع بتغييرين، والتغييرين اللي حصل ودفعهم ملهاش فايده. انت خرجت مركز مركز، نزلت حمدي فتحي بدل ديانج، ونزلت مروان محسن، خرجت مروان محسن ونزلت بادجي، مش اي حاجه. ممكن حمدي فتحي فادك شويه بالكوره بتاعته، اللمسه الجميله بتاعته عن بادجي، لكن برضو عن ديانج، لكن برضو بادجي نزل ما حلش اي حاجه. حمدي فتحي برضو ما فاتكش في الهجوم، ما عملش مثلا ضغط. هو الاهلي بيشكل الضغط العالي كويس جدا، بيحاول يشكل ضغط عالي على لعيبه ام بي ليه اصلا متكتله في نص ملعبها، لكن بلا جدوى، ما بيعملش اي ضغط عالي، ما بيعملش اي فايده. انا مش عايز اقول لك الاهلي النهارده كان سيء ووحش وزي القرف، لا، الاهلي كان بيحاول على استحياء، الاهلي بيحاول بالموارد اللي معاه هو يحاول يكسب الماتش، حاول يطلع ببر الامان، لكن ما كانش سيء السوء اللي هو ايه القرف اللي انا بتفرج عليه، لا، الاهلي كان نوعا ما بيحاول يعمل جمل، بيحاول يعمل حاجه متدرب عليها في التمرين. لكن اللي انت بتدرب عليه في التمرين محتاج اللعيبه بتاعتك تشغل بيه، محتاج لعيبه في الملعب تنفذه، اللعيبه اللي في الملعب مش عارفه تنفذه. كنت مفروض في بدايه الشوط تتخرج جيرالدو وتنزل على الاقل احمد الشيخ، على الاقل تنزل احمد الشيخ في بدايه الشوط الثاني، لكن انت استنيت ونزلت غريب، بعد كده نزلت العديم وليس سليمان، بعد كده نزلت محمود وحيد. ايه بقى؟ فين التغييرات اللي تربط؟ فين التغييرات اللي تربط؟ قفشه شايف طول الماتش مش شايف، مش عارف يربط ما بين الدفاع وبين نص الملعب وبين الهجوم، غيره ونزل وليس سليمان يلعب مكانه في الحته دي، هيعرف يربط لك نص الملعب بالمهاجمين. شوت يعني انت مباراه، انا من وجهه نظري شايف ان فايلر ما عرفش يديرها صح. من وجهه نظري شايف ان فايلر لسه شويه اللعيبه رجليها مش في الملعب، لسه اول مباراه رسميه بعد الكورونا، برده ما نحكمش عليها زي مباراه الاهلي والزمالك المصري بالظبط، لما قلنا ما نحكمش على لعيبه الزمالك، ما نحكمش على لعيبه المصري، برده هنا ما نحكمش على لعيبه الاهلي، ما نحكمش على فايلر، لسه دي اول مباراه بعد التوقف، لسه في كذا مباراه ثانيه جايين نحكم على اللعيبه والمدرب في المباريات الجايين. دي اول مباراه ما تبشرش بالخير زي الزمالك بالظبط. الاهلي لعبته العناصر الموجوده مش هتعرف تنفذ فكر فايلر. لازم اول حاجه تعمل اللي تتخلص في رمضان بأقرب فرصه، او تقدم لاتحاد الكوره يقلل عقوبه كهربا شويه. انا بصراحه مش عارف هل طاهر محمد طاهر يقدر يشارك في الموسم ده ولا لا، لو انت تعرف قول لي في الكومنتس. انا مش عارف بصراحه، قول لي في الكومنتس هل طاهر محمد طاهر يقدر يلعب الموسم ده ولا لا. ولازم الحلول بقى، لا حلول لتا، هتنزل كل فرق الدوري اللي تلعبها الماتشات الجايه باستثناء الزمالك، هتلاقيه متكتف في نص ملعبه وقافل المساحات جدا ومضيقلك العمق. الاطراف هل هتعرف تستغلها؟ ده اللي هنشوفه في المباريات اللي جايه. بقى ده في الاول وفي الاخر ده رايي في المباراه. والجون الاول بتاع المضحك قوي، جون مضحك، محمد هاني واقف اللاعب، يعني انا واحد اتفرجت على ماتش قلت الكوره دي اوف سايد، قلت استنى الفار بكره هيسيبها اوف سايد، لكن لما شفتها في العاده كريم فؤاد دون، انت بتعمل ايه يا معلم؟ انت بتعمل ايه حرفيا؟ لاعب المدافع بتاع انبي راجع مغطي الاوف سايد تماما، وحتى ما رجعش ضغط على محمد هاني، لا ده بيرجع بسرعه عشان عايز يخلي الكوره اوف سايد. جاب جول معلم، محمد هاني حطها بمعلمه بصراحه. والجول الثاني علي محمد بشوط الفاول، كوره عدت جدا وجول لعب الاهلي ودخل الجول، والجول الثاني وخلص الماتش 2-0. لسه المباراه الثانيه يوم الجمعه، الاهلي والانتاج، لسه اول مباراه في الكورونا بعد الكورونا، ما نحكمش على اللعيبه، ما نقتلش لاعب، ما نخليش فايلر مثلا ما قدمش مباراه، لا، الاهلي نوعا ما كان بيحاول على استحياء، بيحاول يطبق افكار لكن ما اتطبقتش بمعنى صح، لان العناصر في الملعب مش عارفه تطبقها. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي وانبي. قول لي انت رايك في الكومنتس في مباراه النهارده، قول توقعاتك، هل الاهلي يقدر يحسم الدوري في الايام اللي جايه ولا ممكن يتعثر ونشوف مفاجآت؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك وريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، وقابلكم بكره بعد مباراه الزمالك والاتحاد السكندري. سلام.